لحد الآن لم يتم التعرف على هوية الناخب الوطني الجديد محمد قاسي سعيد، حسين المترف وكذلك أمين أكساس. كان في حديث أنه سيكون اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء معرفة اسم الناخب الوطني الجديد الذي سيعوض الناخب السابق جمال بالماضي الذي تم إبعاده من العارضة الفنية للمنتخب الوطني مباشرة بعد نهاية كأس أمم أفريقيا وبعد الخسارة من منتخب موريتانيا بهدف مقابل صفر. الأمور يبدو أنها طالت قليلا، كان فيه حديث أسماء كثيرة قبل أن ينحصر الصراع في نهاية المطاف بين بيتكوفيتش البوسني الأصل صاحب الجنسية السويسرية وكذلك المدرب البرتغالي جوزي بيسيرو الذي قاد منتخب نيجيريا إلى غاية الدور النهائي من كأس أمم إفريقيا. يبدو محمد قاسي سعيد بأننا ربما في الأمطار الأخيرة من أجل معرفة اسم الناخب الوطني الجديد. في حديث عن أنه الإعلان سيكون يوم الخميس القادم. دائما المفاضلة بين بيسيرو وبيتكوفيتش. خليني نقول لك شيء ربما قاسي سعيد، بيسيرو عقده ينتهي مع الاتحاد النيجيري يوم 28 فيفري اللي هو يوم الأربعاء القادم، والإعلان عن الناخب الوطني الجديد سيكون يوم 29 إن شاء الله فيفري يوم الخميس. فالبعض يقول بأن ربما الاتحادية اتفقت مع بيسيرو وتنتظر انتهاء عقده مع الاتحادية النيجيرية لكرة القدم، والبعض الآخر يقول لا، بيتكوفيتش قريب جدا من تولي تدريب المنتخب الوطني ولم يبقى سوى تفاصيل صغيرة تفصل السويسري ليكون محل جمال بالماضي لقيادة المنتخب الوطني. واش راك تقول؟ هذو هما المعلومات اللي عندنا احنا يا ميدو. نعرف باللي المدرب البرتغالي يريد تدريب المنتخب الوطني، يريد تدريب المنتخب الوطني. الاتحادية هي رقم واحد اللي حب تجيبه هو البوسني بيتروفيتش، حب تجيبه. بقاو تفاصيل صغيرة مع هذا المدرب هدايا هي اللي حتفصل ما بين هاد زوج المدربين. الأفضلية راح تكون لبيتروفيتش نعم من جهة الاتحادية. انت تكلمت قلت على العقد تاع البرتغالي راح يخلص يوم 28 في يوم الاربعاء سينتهي عقده رسميا. ربما الاعلان راح يزيد يطول باش يقولوا شكون المدرب، ولكن انا بالنسبه لي نظن باللي راح يكون البوسني هو المدرب اذا فصلوا في تبتيتريك هذوك ما بيناتهم، من ضمن اللي هو اللي راح يكون المدرب. أمين أكساس، حسب ما أملك من معلومات بشأن بيسيرو يقال بأنه اتفق على كل شيء مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حتى على اسم المساعد الذي سيكون معه وهو جزائري الأصلي يعني أو جزائري، يعني راح يكون معه في الطاقم الفني. قيل لي بأنه الاختلاف فقط في طريقة دفع راتب بيسيرو طيلة سنة، يعني طيلة سنة كاملة. هنالك من يتحدث عن أنه بيسيرو يريد 1.5 مليون أورو في السنة. هل ستكون مقسمة على 12 شهرا أم على 10 أشهر؟ الاختلاف هنا بينه وبين الاتحادية حول هذا النقطة. وهنالك من يقول بأنه بيتكوفيتش في الأول طالب ب 180 ألف أورو كراتب سنوي لوحده، فيما تتكفل الاتحادية بالتفاوض مع مساعديه الذين يبلغ عددهم طاقمه الفني يقال بأنه فيه 7 أشخاص، 6 أجانب وجزائري سيكون معه. هنا ربما لو تكون مكان وليد صادي مثلا ولا مكان الاتحاد الجزائري، لما تشوف سيرة بيسيرو وتشوف سيرة بيتكوفيتش وتشوف المفاوضات حول الراتب، لأنه أمر مهم ومهم جدا، لأنه هل الاتحادية بإمكانها أن تستوفي شروط هذا الناخب أم لا؟ خليني أقول لك، لو كنت مكانهم من إلى أي جهة ستميل؟ هل ستميل إلى بيتكوفيتش بالنظر إلى قيادة المنتخب السويسري، أم ستميل إلى بيسيرو صاحب الخبرة الإفريقية بقيادة الأهلي والمنتخب المنصور؟ أنا ما نقدرش نقول لك، بالك نقدر نمد لك رأيي، بصح ما نقدرش نقول شكون نخير، باسكو زوج مدربين اللي عندهم خبرة في كرة قدم اللي عملوا كتير كما نقولوا حنايا عندهم لو فيكي. مي انت قلت لي انت يا اللي على بيسيرو المدرب السابق للمنتخب النيجيري اللي قدم كاس افريقيا، انا نقول باللي في المستوى اللي ذهب الى النهائي اللي قدم مشوار مليح.
مي بار كونت في قبل كاس افريقيا كانوا عنده مشاكل مع المنتخب النيجيري. احصائيات كاس العالم تعادلين امام ليزوتو وسيراليون. انا نقول باللي المدرب هذا مي سيفري في هذه الدوره قدم مستوى لا باس به، المنتخب النيجيري ذهب الى النهائي. انا نقول كان قادر يفوز بهذه الدوره هذه. مي رايي الشخصي اليوم تقول لي انايا كاس افريقيا المدربين عندهم خبره، نقدر نقول لك اليوم ما تفيدش هذه الحاجه هذه. سيفري كمدرب يعرف افريقيا، يعرف كيفاش اللعب في افريقيا. نقدر نقول لك مين انت كمدرب تقدر دير واسمو تشوف ديما تشوف كيفاش انت لو جو افريكا تقدر تعرف دير ابحاث تقدر تعرف سور لو بلون جو الكره الافريقيه. مي انا نقول انايا نقدر نقول لك لما لا كيروش يكون في المنتخب الوطني اللي بالك تحدثنا عليه، باسكو اليوم واحد ما عنده معلومه شكون هي من هو رسميا. ما نقدرش تكلمنا لا فوا باسي مع رضوان عنان، هضرنا على بيتكوفيتش المدرب السويسري تكلمنا عليه، قلنا بصح ما كاش، قلنا الناس خرجت معلومات باللي هذا المدرب راح يكون على راس العريضه الفنيه للمنتخب الوطني، بصح ما كان حتى حاجه، ما كان حتى جديد. علاش اليوم نقدروا نقولوا هاد المدربين عندهم خبره في كره قدم، معناتها اللي راح يجي اليوم راك في 2024، الناس قاعد يشوفوا عندهم معلومات، كاين دوكا لي ريزو سوسيو، كاين التلفاز، كاين لي فيديو، تسمى تقدر تعرف اللاعبين وين يلعبوا، كيفاش طريقه تاع اللعب تاعهم، تشوف اللقاءات اللي جوزوهم. انا نقول باللي هذا ماشي حيكون مشكل، مش حيكون عائق. اللي جابهم ساسوا بيتكوفيتش، ساسوا كيروش، ساسوا المدرب هذا بيسيرو، ان شاء الله يقدم اضافه. احنا المهم اللي يقدم اضافه، باسكو هادو ما عملوا في منتخبات وفي فرق، معناتها يعرفوا كره، ومن بعدها تبقى اسكو تنجح في المنتخب الوطني ولا لا. دوك الوقت هو اللي بيه، الوقت هو اللي بيه. نعم حسين مترف، قبل ثلاث اسابيع تقريبا من اول مباراه للمنتخب الوطني، اول خرجه بعد كاس امم افريقيا، اول خرجه بعد خمس سنوات ونصف مع جمال بالماضي، البعض يقول لك ربما الاتحاديه تاخرت في تعيين ناخب وطني لانه يلزموا وقت. الان تعرف جيدا بانه بعد اسبوع من الان حيبقى 15 يوم الاول تربص، يجب ارسال دعوات للاعبين 15 يوما قبل بدايه التربص. الان هل تربص شهر مارس اللي راح يكون اخر تربص ودي ولا اخر موعد فيفا ودي بالنسبه لهذا المدرب، لانه بعدها يدخل مباشره في الرسميات الى غايه نهايه سنه 2024، كل المواعيد التي سيلعب فيها المنتخب الوطني ما عدا شهر مارس هي مواعيد رسميه، يعني لا وقت لتجربه فيها. البعض يقول لك ربما ضيعنا وقت لاننا كنا قادرين نعينوا مدرب وهو يضع قائمه، ممكن يستدعي 30 ممكن 35، يشوف اللاعبين كلهم يتحدث معهم. والبعض الاخر يقول لك لا، لما اليوم قائمه المنتخب الوطني ما عندناش 70 لاعب وين لازم نخيروا 30 ودوايا لي دون لافافيت يقول